السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في فيديو جلسة الاستغفار العميق. طبعا قدمنا جلسات كتير عن الاستغفار العميق، ودي أعمق جلسة ننفذ فيها الاستغفار، بداية من فكرة الاستغفار ومرورا بتنفيذه بشكل عميق يأتي بنتائج قوية بإذن الله. طبعا ربنا في كتابه بيقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ربنا بيقول استغفروني عن ذنوبكم علشان اديكم مال وبنين اعيشكم في جنة الدنيا وان شاء الله جنة الاخرة، ازيدكم قوة. كمان بيقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان الله معذبهم وانت فيهم، وما كان الله يعذبهم معذبهم وهم يستغفرون. تمام. ربنا وضع امانين من العذاب. الأمان الأول اترفع هو سيدنا محمد، كان وجوده أمان من العذاب. يتبقى الأمان الثاني وهو الاستغفار. تمام. وهناك ربنا في الكتاب ذكر كتير قوي عن الاستغفار، زي والمستغفرين بالأسحار، ده كان قسم، ويزيدكم قوة إلى قوتكم بالاستغفار. كل الأشياء دي بالاستغفار، قوة، المال، البنين اللي هي ذرية عموما بس ربنا اختصها البنين، جنة، أمان من العذاب، كل ده بفضل الاستغفار. يبقى إذن ده معناه إن علاج الهم الاستغفار، الغم علاج الاستغفار، المرض علاج الاستغفار، الفقر حل الاستغفار، عدم الخلفة حل الاستغفار، اي مشكلة في الحياة حلها الاستغفار، اي هدف او امنية محتاج احققها الاستغفار. طيب ليه الاستغفار؟ لان خلينا نشرحها دلوقتي. نبدأ، لو انت مش باصص على الشاشة بص على الشاشة دلوقتي عشان نبتدي نشرح ليه الاستغفار. خلينا نقول الشكل ده كده، ده انسان. تمام. ده كده انسان. الانسان بتحيطه هالة، واحنا ممكن نكون شرحنا ده في كورس كشف السر وفي كل كورسات الخاصة بقانون الجذب وفك الارتباط، كل الكورسات وكل الجلسات الخاصة وهكذا. تمام. الإنسان ده اللي احنا عملناه ده بتحيط بيه هالة. تمام. الهالة دي محيطة بالجسد اللي احنا عملناها دي. كل ما الإنسان بيعمل ذنوب بتبتدي الذنوب تتكون حوالين الهالة بتاعته. عمل ذنب ثم ذنب ثم ذنب ثم ذنب ثم ذنب ثم ذنب وهكذا. لما بتكتر الذنوب بتعمل ايه؟ الخطيئة. والخطيئة تحيط بالإنسان، وربنا بيقول: ولمن أحاطت به خطيئته. بإذن ده تأكيد ان الخطيئة تحيط بالإنسان. الناس العلماء بره قالوا، بعيدا عن الدين، هم ما بيتكلموش بالدين، لما قالوا اكتشفوا هالة الانسان وبدأوا اكتشفوا كل السلبيات، وقالوا ان لما بتزيد السلبيات في الهالة بتضيع ملامح الهالة والذبذبات اللي فيها، وبتبتدي تغلقها وتحيط بيها، فتمنع عنه انه يعمل عملية الجذب
او انه يبتدي يشحن طاقة ايجابية وهكذا، بتمنع كل ده. ده طبعا ربنا وضحه لنا في ديننا ان الخطيئة لما بتحيط بالانسان زي ما هي احاطت كده، بتمنع عنه لو هو مثلا عايز مال، فيجي المال ويجي يلاقي الخطيئة تمنعه ان هو يخش الانسان. عايز بنين برضو نفس الامر، الخطيئة تمنعه. بيدعي مثلا دعاء برضو نفس الامر، الخطيئة تمنعه. بيعمل عملية جذب او مثلا ليه أمنية او حلم معين، نفس الامر، الخطيئة تمنعه. الخطيئة دي عبارة عن دايرة سلبية قوية جدا، خلاص بقت خطيئة. اصل هو مش ذنب واحد، ذنوب وتراكمت وهكذا، وبدون استغفار وبدون انه ينظف هالته وهكذا، بدأت خطيئة انها تكون، الخطيئة تتكون من الذنوب دي وتحيط بي، فبتمنع كل ده، بتمنع اي شيء ايجابي يوصل له، تمام؟ فيبتدي يلاقي نفسه بيظهر في حياته هم وغم وفقر وتعب ومرض، الأشياء دي بتبتدي تظهر في حياته، تمام؟ فبكل هدوء، ايه حل الدايرة الكبيرة دي؟ حلها الاستغفار. أقوى شيء بينظف الهالة هو الاستغفار، وأقوى شيء يعالج الهم والغم سريعا هو الاستغفار، وأقوى شيء لجلب المال هو الاستغفار، وأقوى شيء لحل كل المشاكل بل التمتع بالدنيا هو الاستغفار. ربنا قال عن الدنيا أنها لعب ولهو، وإحنا عارفين أن كل اللي بيقولنا عليه ربنا هو قانون نزله على الأرض، ودانا تلميح بيه، بل مش تلميح، إيضاح صريح. فإحنا لازم نمشي على القوانين دي. فانت عشان تعيش سعيد في حياتك، نفذ اوامر ربنا. ربنا حط لك كل الخيرات وقال لك استغفر بس يا عبدي وانا هنفذها ليك، تمام؟ هتلاقيها تظهر في حياتك بشكل فجائي وبشكل ميسر جدا جدا، ويجعلك سعيد جدا 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 جدا. دلوقتي كلنا احنا الشخص اللي هو احنا رسمينه ده، موضحينه ده، تمام؟ نعتبر كلنا كده وشايفين الحالة، وضحناها بكل سهولة اهو، وكل شيء واضح قدامك. شفت هالتك، شفت الدايرة المحيطة بيك اللي هي الخطيئة، طيب، وعرفت الحل. الحل هو الاستغفار، بتبتدي تستغفر عن كل اللي فعلته. طيب ازاي بقى ابتدي استغفر؟ مش ان انا افضل استغفر الله استغفر الله استغفر، تلاقي ناس ماسكه سبحه ولا مش ماسكه اي شيء وعماله تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا، ده استغفار اوكي، لكن تخيلها انت كده مثلا بقول لله مثل اعلى، مزعل باباك او انت مزعل زوجك او انت مزعل مامتك، وعملت اخطاء كتير خليتها حتى ان هي يعني انت غلط، وقعد عملت لها سامحيني 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 بدون روح وبدون قلب وبدون اي شيء. انت ركز في اللي انا بقوله لك. الفكره كلها بقى ان انا انفذ جلسة استغفار عميق. طيب ايه يا عم جلسة الاستغفار العميق دي؟ اولا انا هقول لك التمرين، وانت عشان تنفذه وانت اسمعه دلوقتي وحاول تعيشه، وبتدي ده يكون برنامج يومي لك. بتتوضأ، ويا سلام بقى لو في وقت السحر، وتذكر دايما والمستغفرين في الاسحار، والمستغفرين بالأسحار، آيات وأحاديث وأقاويل هنا وهنا وهنا، الكل بيتكلم عن فضل الاستغفار وقت السحر. أنت بتيجي قبل الفجر، اعمل ده برنامج لمدة شهر، لمدة أسبوع، لمدة سنة، سمي السنة دي سنة الاستغفار، إنك أنت دي بداية جديدة، تمحو الماضي، تمحو الخطيئة، بداية جديدة فيها أمان من العذاب، بداية جديدة فيها جنة،
بداية جديدة فيها رزق واسع، بداية جديدة فيها تحقيق أمنيات، بداية جديدة فيها محبة، بداية جديدة فيها روح نظيفة وطهرة، بداية جديدة فيها صحة في البدن. الاستغفار كمان في سلامة من العاهات والأفعاد. شخص أصيب في صغره بحادث أثر عليه وساب له إعاقة في يده، والله الذي لا إله إلا هو لازم الاستغفار، وبدأ ينفذ جلسات استغفار، وفجأة كان في أحد الشوارع، ودي قصة حقيقية وحتى أعرفه معرفة شخصية، تمام؟ فكان في أحد الشوارع بيمر بلحظة هم وتمشى في الشارع ده، فلمح بنر لطبيب، طبيب مشهور يعني. فالمفروض الدكتور ده هو دكتور مشهور قوي وجراح كبير جدا، لكنه على طول مسافر في امريكا وبيسافر اوروبا وهكذا، فقال ما اشوفه يمكن يكون موجود يعني. فدخل لقى فعلا الدكتور موجود. فالمهم لما دخل الدكتور، الدكتور قال له انا مسافر بعد يومين امريكا ومش عارف هرجع امتى، وممكن انزل اجازه بعد شهر كده وهرجع تاني ومش عارف ايه حاجه زي كده. قال له طب انا عايز يعني، انت شايف ان في امل في العمليه؟ قال له في امل في العمليه عادي. الدكتور نفسه اتشجع لكنه رجع بعد كده هقول لكم وقال له ايه. طيب العملية دي تتكلف كام يا دكتور؟ قال له تتكلف كذا. ربنا شوف التدابير، كن فيكون، خلاص امر ان الشيء ده يتحقق، انه يعافيه من الابتلاء اللي هو فيه. فحصل انه كان معاه مبلغ في جيبه، جزء من المبلغ بتاع العملية، فقال له اتركه مع البنت اللي هي قاعدة بره، وجهز نفسك النهاردة هتيجي المركز بتاع العمليات، هتعمل عملية النهاردة. النهاردة مش معاد بعد بكرة ولا كده. بدون إشاعات، بدون تحاليل، بدون، كن فيكون، تمام؟ حتى لما حصل تردد للحظات، طب مش هنعمل إشاعات، طب مش هنعمل تحليل، الدكتور قال له أنت شاب زي الفل، وبالتالي مفيش حاجة تمنع لك كذا وكذا وكذا، ودبش معاه وتوكل على الله. اتطرق مبلغ مع البنت وروح بيته وجهز نفسه بدون ما حد يعرف كده، وذهب لمركز العمليات في موعد الدكتور قال له عليه، وكان أخذ بقية مبلغ العملية معاه. راح للدكتور سدد بيت المبلغ ودخل العمليات. صحي من العملية، فاق، كان وقت الفجر، وفاق على ان الشيء اللي بقاله اكتر من 20 سنة او 20 سنة ملازمه، مسبب له تعب مستمر، تعب في اي حركة، تعب نفسي، مسبب له أزمات وضيق وهم طول الوقت، خلاص العملية اتعملت ونجحت الحمد لله، ولقى الطبيب اللي هو الدكتور ده بيبشره وبيهنئه يعني. فطبعا الشخص ده لما بيحكي القصة دلوقتي هو بيحكيها بقد ايه عظمة ربنا، وقد ايه رحمة ربنا، وقد ايه كرم ربنا، وقد ايه وعد ربنا حق، وقد ايه ان ربنا لا يخلف وعد. الاستغفار. سيدة مات زوجها وترك لها أطفال في المملكة العربية السعودية، وكانت ظروفهم صعبة، وفي يوم بتبكي بالليل عشان أولادها محتاجين مصاريف للمدارس، فكانت مشغلة على الراديو محطة كده من إحدى محطات القرآن الكريم، فسمعت أحد يتكلم عن الاستغفار، فالتزمت الاستغفار. لما لقيته بتقول الاستغفار مع رزق مدرار وحل كل مشاكل واوا، فضلت تستغفر وتصحي ولادها كل يوم في وقت السحر، يستغفروا معاها كل يوم كل يوم، فات 6 شهور وهي لا تمل استغفار، لحد ما لقيت ان حد من هيئة ما تبع للمملكة بيسأل عليهم، وسأل على زوجها، فالجيران قالوا ان زوجها توفى، يعني بيسأل على الرجل نفسه. فالمهم جالهم وعرفوا انه لزوجها ده قريب ما كان عنده قطعة ارض، والقريب ده توفى والوريث الوحيد هو الشخص اللي هو زوجها. وقطعة الارض هم مش جايين يسلموها قطعة الارض، هم جايين يقولوا لها ان المملكة ده ارث الاولاد، والمملكة محتاجة الارض دي لان في ممر هيعدي منها، والمملكة هتديها تعويض مادي عن الارض، تعويض للاولاد يعني اللي هم الورثة، وهي طبعا عن الارض دي، وهتاخد الارض.
وكان التعويض ده بملايين الريالات. ففجأة تبدل الحال. الست دي في احدى محاضرات الدكتور عادل القرني بتقول له انه بفضل الاستغفار بعد ما كانت الناس بتعطف علينا الجيران، اللي يخبط يدينا طعام واللي يخبط يدينا مال، اصبحت تمتلك ملايين واولادها دخلوا مدارس افضل واكبر من اللي كانوا فيها، وفضلوا واستمروا على الاستغفار وشكرت ربنا بالعمل. الشكر طبعا عمل، اعملوا آل داود شكرا قلناها كتير. شكرت ربنا على المال ده، والشكر هنا بالعمل زي ما قلت. فبالتالي هتعمل بالمال ان هي هتحافظ، وفي نفس الوقت تعمل معطيات في ان هي تطلع منه، تعطي زي ما اخذت. فبتقول ان دلوقتي ولادها بقى محط اهتمام كل اللي حواليهم في المدرسة وفي الجيران، ولادها بقى متفوقين جدا جدا جدا، وهي خلاص ملايين. لو فضلت دلوقتي اتكلم عن تجارب كتير مش هتكفينا ساعات، يعني هيدين وقت كبير جدا 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 نتكلم، واحنا مش محتاجين اثبات. كلام ربنا واضح وصريح، انت مؤمن انت مسلم خلاص، انت ازاي تبقى مسلم مش مصدق كلام ربك؟ سيبك من الموروثات، سيبك من الملل، سيبك من الشيطان بيضحك عليك، سيبك من نفسك بتوسوس لك بسوء، سيبك من كل ده واقحم بالاستغفار. لو شيطان وسوس لك استغفر، هتهلكوا استغفارك. طيب دلوقتي بقى نستغفر ازاي؟ بتقوم في وقت السهر اتوضى وصلي ركعتين بنية التوبة والاستغفار، وانت ساجد قول له رب اغفر لي ولأهلي ولجميع خلقك، رب اغفر لي واعف عني، رب اغفر لي ولوالدي ولذريتي ولجميع خلقك، جميع خلقك مش مسلمين بس، انت اطلب الرحمة والمغفرة لكل الناس وسيب الامر لربنا، لكل الناس، لكل من على الارض بكل اشكالهم اطلب لهم المغفرة. شوف الطاقة الهائلة اللي هتطلع منك، وشوف الطاقة اللي هتترد لك. اهم شيء انا قلت ايه؟ رب اغفر، رب اغفر. ليه رب اغفر؟ ما تقولش يا رب، يا دي اداة نداء، وربنا بيقول ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يعني ما تناديش، مش محتاج تنادي، ده هو اقرب لك من نفسك. فيدوب هتقول رب، عيش المعنى، خلي قلبك حاضر وروحك حاضر، قول رب اغفر لي، وعود نفسك حتى في اي دعاء تدعي ربنا قول رب. لو تلاحظ حتى كل دعاء جه في القران برب، رب اغفر لي ولوالدي، تمام، رب لا تزرني فرضا وانت خير المرسلين، وهكذا كل حاجه تلاقي رب، رب اني لما انزلت الي مخير فقير، كل شيء هتلاقي رب، فقط رب، تمام. فانت عود نفسك حتى في الاستغفار، بتيجي تستغفر رب اغفر لي، رب اعف عني، رب اغفر لي. طيب هتبتدي بعد ما تخلص صلاتك استرخي في مكان، وتبتدي تعمل استرخاء عميق، انك انت بتاخد نفس وتكتمه على قد ما تقدر، وتخيل وانت كاتمه كده وانت مغمض عينيك ان جسمك كله بيسترخي، وان النفس ده دخل جوه جسمك فبيلف في جسمك كله ويشيل منه اي شوائب، اي تعب، اي وهن، اي حسد، اي شيء دار، وعندما تبتدي تطلعه من بقك بالتدريج، انت طبعا استنشقت خدت النفس بمناخيرك، دخل لف في جسمك عمل دورته وانت كاتم، تبتدي تطلعه تدريجي واحده واحده من بقك. تنفذ العمليه دي كتير، نفذ نفذ لحد ما تلاقي ان جسمك خلاص، يعني جسمك حط زي ما بيقول كده احنا بنقول اللي هو تقل، استرخي بشده، وابتدي تاخد انفاس اخرى، وتتخيل ان في ضوء ابيض داخل على دماغك من فوق بيخش على عقلك عشان ينظفه من كل افكار ووساوس وكل زعل وكل شيء بيفكر فيه وحش، وفي ضوء في نفس الوقت شعاع كده زي الشعاع الابيض اللي جاي لك من راسك، في شعاع اخضر جاي من رجلك والاثنين هيتقابلوا، وبرضو اللي جاي من رجلك بيشحن طاقه
بينظف اي سلبيات، وداخل على من رجلك لبطنك كده وطالع على قلبك والتاني برضو مقابله في قلبك، ينظف قلبك. حس ان قلبك ده كان فيه سواد وكان فيه لونه مش طبيعي، انت حسه تخيله. وفجأة اول ما النور والضوء الشعاع ده ضرب فيه خلاص بيحمر وبينبض بقوة، انت بتصحى تاني، بتفوق لحياتك، بتفوق للدنيا، بتفوق للجنة اللي انت داخل عليها. وانت بتفوق قول رب ادخلني جنتك في الدنيا والآخرة. احنا عايزين الجنة في الدنيا والجنة في الآخرة، وعشان نخش جنة الآخرة لازم نخش جنة الدنيا اللي كلها رضا ويسر وفرحة ورزق وراحة، كلها عمل صالح، كلها محبة للناس. والرب ادخلني جنتك في الدنيا والآخرة. ردت، شحنت طاقة، نفذ العملية دي كتير وانت نايم، شور بإيدك أكنها زي السيف فوق صدرك. بنية ايه بقى وانت مغمض عينيك؟ بنية ان في احبال طالعة من صدرك رابطة في حاجات مزعلاك، وساوس، حاجات ناس انت زعلان منهم، ناس زعلان منك، كل واحد في بينك وبينه موقف بتربط بينك وبينه حبل ضوئي. ودي طبعا في جلسة تانية ليها جلسة معينة، بس دلوقتي ده استغفار عميق، يبقى لازم نوضح بس توضيح. هي كده كده الموضوع ده مش بالساهل، الموضوع ده خطير جدا، اللي هو موضوع الدمج ما بينك وبين اي شخص، معلومة على الماشي، ودي ليها جلسة اخرى يعني احنا بنعملها، اللي هي جلسة فك ارتباط عميق. تمام، انه كل انسان قابلته في يوم من الايام وحصل بينك وبينه اي تاتش، اي موقف، اي حاجة، بيتربط بينك وبينه طريق او خط بسيط قوي من الاشعاع، من الذبذبات. ولذلك حتى في الموروث كانوا يقولوا لنا من القلب للقلب رسول، هو ما فيش رسول من القلب، او هو ده الرسول. ولذلك الخط الضعيف ده بينقل لك وبيجيب لك، يصدر ويستورد. انت تخيل كده وانت مغمض عينيك خط نور بسيط مرتبط بشخص، على فكره حتى لو ما قابلتوش في الواقع قابلته من خلال الانترنت، يعني حتى لو اتكلمت معاه من خلال الانترنت وحصل ده بينك وبينه، وحصل علاقه بينك وبينه، بيرتبط لو هو في اخر بقاع الارض. لازم، ده قانون على الارض، ده من ضمن الهالات المحيطه بينا. فيبتدي ايه بقى؟ يبتدي كلها تخيلها الجهاز كمبيوتر، فولدرات مفتوحه ما اتقفلتش. فبتلاقي نفسك الناس لما بتنفذ جلسات في الارتباط بتلاقي جسمها خف، جسمها فك، يعني كان حاسه ان هو كان تقيل وبقى تدريجي بيفك كده وبيخف. غير كده كمان ان ممكن يوصلك هم انت مش عارف سببه، ده بسبب حد من اللي اتربطت معاه في خطوط. ممكن يوصلك هم بسبب حد اللي ارتبطت معاه بخطوط، فده نقطه خطيره. فانت دلوقتي اعمل بيدك اكنك بتضرب بسيف، انك انت بتقطع كل الخيوط دي، واصحابها بيطيروا بيبعدوا عنك خلاص، انت بتفكهم من دايرتك عشان انت تبقى مسؤول عن دايرتك بس، ما يبقاش معاك ناس تانية في دايرتك بتاثر عليك سلبيا. حتى لو فيهم حد هيفيدك ايجابيا، لا احنا مش عايزينه، احنا نفيد نفسنا. تمام، انت تخيلها، التخيل هنا ضروري جدا، ومع الاستغفار كده كده هتقطع الحاجات دي. عشان ما نطولش فيها، لان زي ما قلت دي عايزه جلسه كامله، وليها جلسه كامله، ليها جلسه تفكر ارتباط عميق. فاحنا خلينا نرجع تاني لموضوع الاستغفار. لما بتعمل بيدك زي السيف بالظبط، تخيل انك ماسك سيف وبتقطع الحبل، هم طاروا والاحبال، الجزء اللي فضل منك الاضواء دخلت جوه، وتخيل مكانها بيتلائم كده، بيتقفل في صدرك كده، بيتقفل. انت دلوقتي حر مع نفسك فقط، وابتدي استغفر. تستغفر ازاي بقى؟ بتستغفر عن كل ذنب انت عملته. تخيل نفسك حتى من صغرك اي حاجه لسه فاكرها، اعرف ان هي دي مقصره في الهاله. اي حاجه غلط عملتها، اي حد زعلته، اي شيء انت فاكره، ابتدي استغفر. استغفرك رب اغفر لي ما فعلت، رب اغفر لي ما فعلت. قلها بقلبك وبروحك، انت مش برنامج، انت انسان فيك روح، ربنا نفخ فيك من روحه. تمام، افضل رب اغفر لي، رب اغفر لي، وتذكر ذنوبك، رب اغفر لي، اللهم انت ربي لا اله الا انت. بص على الشاشه دلوقتي، بص على الشاشه وشوف اللي بيحصل، وتخيل ده بيحصل وانت بتستغفر. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، وابوء لك بذنبي،
فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. اللهم إني أستغفرك من كل ما اكتسبته بغير حق، ومن كل إنسان ظلمته، ومن كل صالح جفوته، ومن كل ظن لازمته، ومن كل ضعف وخوف ويأس. اللهم إني أستغفرك من جهلي، اللهم إني أستغفرك من فعل السوء وقول السوء ونظرة السوء. اللهم إني أستغفرك من ضعفي ومن خوفي ومن كل سيئة. اللهم إني أستغفرك. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع خلقك. رب اغفر لي ولذريتي ولجميع خلقك. رب اغفر لي ولأهلي أجمعين ولجميع خلقك. رب اغفر لي، رب اغفر لي. طبعا بتمسك ذنب ذنب تفضل تستغفر عنه، استغفر بقوة وبارتياح، ما تسيبش الذنب أو الحالة وتتنقل على اللي بعدها إلا بعد ما تحس بارتياح. طبعا لما قلت لك بص على الشاشه دلوقتي، انت وقت ما تيجي تنفذ جلسات مش هتكون بتسمع الجلسه، انت هتسمع الجلسه دي ممكن يوميا او كل يومين، بحيث تجدد طاقتك وتاكد على المعاني، وتيجي تنفذ الجلسه في وقت السهر هتنفذها بدون ما تسمع الجلسه. كده كده هتكون انت عرفت الفكره وعرفت انت هتعمل ايه. وروح لربك، انت مش محتاج وسيط يجي معاك، روح لربك في وقت السحر، روح بروحك وبقلبك، روح هترجع صدقني نضيف جدا 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 جدا. تخيل نفسك وانت حتى بتستغفر انك انت ساجد لله من غير ما تتخيل ربنا لله. طبعا احنا ما نعرفش نتخيل ربنا، لكن في ناس بتيجي مثلا تعمل الجلسه دي فبتقول ان الشيطان او النفس بتوسوس لها انها تشوف مثلا ربنا وبتشوفه زي شخص واحد. ما ينفعش انت ساجد لله من غير ما تشوفه، انت ما يعني لسه في حجاب، يعني لسه يوم القيامه ان شاء الله ربنا يجعلنا من الفائزين ان احنا نرى وجهه. فانت ساجد لله وعمال تستغفر تستغفر، وتشوف هالتك وانت ساجد لله ان هي فيها الخط الاسود ده عمال ينضف 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 ينضف، كل الذنوب بتغفر. لما قلت لك بص على الشاشه عشان تبص واحنا بنستغفر، ان الهاله، ان الخطيئه اللي كانت محيطه بالهاله بتتغسل، زي دلوقتي كده مثلا كل الشوائب اهي اللي هي كانت باللون الاحمر بتتمحي وانت بتستغفر. ويبتدي هالتك تزداد قوه، تمام، تزداد الهالة، تزداد. تحط لها بقى اي لون، لون اخضر على انه بيرمز للخير، شوف هو بتزداد، تمام. فدلوقتي انت شلت الخطيئة، ده معناها ان كل احلامك هتوصل لحد عندك، تظهر في حياتك سحر حلال، كل شيء كان نفسك فيه بدأ يظهر، حتى أحلام أو حتى دعاء أنت دعيته مثلا بشيء خير ليك، تمام، وما كانش يتحقق، هتبص فجأة ليه يتحقق. وكأن الاستغفار مش بس بيحقق لك أحلامك، لا ده بيرمم لك الأحلام كمان اللي اتنست، تمام. كل شيء هيبتدي يظهر في حياتك، كل شيء تبتدي تستغفر بشدة وبقوة وباسترخاء عميق وباستسلام تام لله، وتقول بعد ما قبل ما تفوق من الاستغفار: تعفو عن كل الناس، من أراد أن يعفو عنه الله يعفو عن الناس. اعفو عن الناس كلهم حتى المزعلينك، سامح، مش شرط تروح تقول أنا مسامحك، بس على الأقل
ادي طاقه، قول يا رب اشهدك اني عفوت عنهم. عفو يعني مش بس مسحت ليهم خطيئتهم او ان انت كمان غفرت لهم ذنبهم، لا ده انت كمان الموضوع اتمسح ولكنه كان موجود. وتقول اللهم اني غفرت لهم فاغفر لي بغفراني لهم. ان انا غفرت بس تغفر بصدق، وكل ما هتكون صادق كل ما هيكون هيجيلك تاكيد من ربنا انه غفر لك. وابتدي نفذ الجلسه دي يوميا وابشر. ابشر بالمال اللي هتدي زادات في حياتك، ابشر بالصحه، ابشر بالراحه، ابشر بالفرحه، ابشر. نفذ نفذ، لو كل يوم ساعه في وقت السحر هتعمل فيها جلسه استغفار عميق هتدخلك جنه، فما تملش، استمر. انت اصلا اللي كسبان، ولما تنفذ ده انت مش هيجيلك، انا عارف انك انت مش هتمل، لان انت هتلاقي فرحه يعني مصدرها الهي. وانت عارف يعني ايه فرحه مصدرها الهي؟ يعني شيء دائم، شيء قوي جدا، شيء غني جدا. انت فيك نفخه من روح ربنا، ربنا نفخ فينا من روحه. فتخيل بقى ربنا نفخ فينا من روحه، يعني وهو الغني وهو الكريم، انت فيك غنى، انت حتى يعني انت روح من روح الله، يعني المفروض تبقى غني، امورك ميسره، سعيد، قوي، ما تضعفش ما تضعفش. انت عارف ان عدوك يعني قال لربنا انه هيفضل يغوينا وهيفضل يتعبنا وهيفضل يقرفنا، وربنا قال له ان هو هيفضل يغفر لينا طول ما احنا بنستغفره، ما عدا اننا نشرك بيه. ودي امور خطيره، يعني ما ينفعش ان انت تكون بتحب زوجتك او انت بتحب زوجك اكتر من حبك لله. راجع نفسك بالورقه والقلم، ما ينفعش تكون بتحب اولادك او بتخاف على اولادك او بتخاف من زعلهم اكتر من خوفك من زعل ربنا. ما ينفعش انك تكون بتخاف من الحسد اكتر من خوفك من ربنا. ما تخافش اصلا من اي شيء، تخاف ازاي وانت معاك القوي اللي في ايده مفاتيح كل شيء، وفي ايده كل شيء، اللي فوقك واللي تحتك واللي جنبك، اللي على الارض واللي في السماء، كله ملكه كله من خلقه. فتخاف ازاي وانت موكل بحقه ولاجئ له وتقول له استغفرك، وانت فاهم وعارف ان خطيئتك بتحيط بيك، فانت رايح له تقول له انا اخطأت، اغفر لي خطيئتي وزود طاقتي وبارك لي في نفسي واديني من ملكك واديني من فضلك واديني من مالك. كل شيء راجع اليك، انا فقط ده شيء يعني بنتفع بيه او انا طلب منك محبه لفترة، وبعد كده كل شيء بيرجع ليك، الأرض وما عليها بيعود إليك. فأعطيني من ملكك أنت وأعطيني من مالك أنت، فالمال مال الله والملك ملك الله. اطمئن واستغفر. الاستغفار أمان، الاستغفار مال، الاستغفار قوة، الاستغفار ذرية، الاستغفار بركة، الاستغفار رحمة، الاستغفار الاستغفار الاستغفار. يا رب أكون وفقت و أتواصل معكم دايما، ويا رب يا رب جلسة الاستغفار العميقة الجاية اللي أنا هخليها برضو تكون أكبر، وكل فترة من جلسة أكبر وأعمق، أكون بحكي فيها قصص عن الناس اللي خدت جلسة الاستغفار دي يا رب. وأنا متأكد على فكرة، متأكد متأكد، اطمئنوا وتوكلوا على الله. يا رب أكون وفقت. أي استشارة أي توضيح محتاجين تتواصلوا معايا، على طول اتواصلوا عبر واتساب على 002-010-211-22087. طبعا من اعداد مؤسسة النظام الطاقي، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.